احنا خدامين مع واحد الشركة ديال الامن الخاص اس داتا، خدمنا معهم 3 سنين، خاصهم يعطونا السول تو كونت ديالنا. دابا حنا سالينا معاهم في العام اللي فات، من العام اللي فات هما باركين عندنا هاد السيمانه الجايه ما بغاوش اخويا يعطيونا المستحقات ديالنا. وحنا تلجأوا ليكم باش نتوما توصلوا الصوت ديالنا، باش هاد الناس لا كاين شي مسؤول ولا شي حاجه حتى يوصل الصوت ديالنا، حيت هاد الناس هادو راه باغيين يديو لنا. راه حنا ما يزيد على واحد 81 اجون، راه ماشي حنا الاولين ولا حنا الاخرين، راه عندهم مشاكل مع الناس بزاف، ماشي حنا الاولين، راه ديما هما في المشاكل. وبحال قلتي ما تيباليوش، تيقول لك جهدك جري، هذا هو المعنى ديالها. منين انت ساليتي في 2023 ودابا شهر 3 2024 وباقي ما خديناش، وكل ساعه يقولوا لنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ما داروا معنا والو. هادشي اللي كاين اخويا، وهاد الناس هادو راه كلهم ناس راه موعتين، راه كاين اللي عنده اسره، كاين اللي كله الظروف ديالو، وهادشي اللي تنطالبوا به راه ديالنا، راه مستحقات ديالنا، راه قانونيا ناخذوها. حنا جينا نحلوا معاهم المشكل حبيا، وما لما تحس حبيا راه غنمشيو نلتجئوا للقانون، القانون راه فوق كل شيء. راه كاين اللي مرتو حامله، كاين اللي عنده ظروف اخويا عائليه الله اللي عالم بها، كاين اللي عنده امه مريضه، كاين اللي عنده الكره اخويا. وهاد الناس كيبقاو كل مره كيقولوا لنا سيروا، هاد غنعطيكم هاد السيمانه غنعطيكم هاد الشهر اخويا، هادشي بزاف. وهاد الناس ها هو الورقه هي فيها جميع المعلومات، قالت التحقوا بالاداره باش تاخذوا المستحقات ديالكم وشهاده العمل من الفوق. اخويا راه ما خدينا والو اخويا، كونترا عقد في 3 سنوات اخويا، كنديروا على كونترا، كل مره كيشدوا معنا كونترا ديال 6 شهور. ودابا اخويا ملي سالوا معنا وواعدونا اننا ناخذوا، عطاونا هذه الورقه مسينيه كلشي، قالوا لنا التحقوا بالاداره باش تاخذوا هادشي في 2023 شهر 12 في راس العام، جيو باش تاخذوا رزقكم وتاخذوا شهاده العمل من الفوق. وهاد الناس ما عطاونش رزقنا، عاد شهاده العمل. وكنتسالوا اخويا ما يقارب 42000 ريال تقريبا لواحد، راه كاين تقريبا كما قال كدار شي 90 تقريبا شي 90 اجون، كل كتسال رزق. عينا معاهم كيبقاو يواعدوا فين ديك الوعود كل مره وعد. التحقوا بالاداره، دابا الناس انا كتكلف في العناء ديال الترونسبور باش تجي الاداره تخسر من جيبها، وفي الاخر ملي كنجيو ما كاين والو اخويا، راه هذا هو الاشكال. هاد الناس بغاو يديروا معنا حل اخويا، والعواشر هادي وراك عارف الانسان خاصو بزاف ديال المسائل. حنا ضربنا معاهم 3 سنين ما ريحناش، فاش كونجي ما ريحناش، 3 سنين وحنا خدامين معاهم صونزاري ما ريحناش. اخدامي يريحوا مره في السيمانه، كاع عباد الله كاملين كيريحوا كيمشيو يسافروا كيقضيو غراضاتهم، حنا كونجي ما خدناش، علاش باش يعطيونا هاد المستحقات اللي قالوا لنا في هاد الوثيقه اللي ورينا قبيله؟ في الاخر حنا عاوتاني باقي مجرجرين معاهم اخويا من 3 شهور دابا، 3 شهور كل 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 سيمانه تيقول لك سير السيمانه الجايه، غدا بعد غدا. عينا اخويا والله بغينا ديالنا حنايا وصافي، ما بغيناش معاهم حنا شي مشاكل ولا شي حاجه، بغينا فلوسنا حنا، بغينا رزقنا، هادشي اللي بغينا مع هاد الناس هادو. كنسالهم دابا 42000 ريال 2200 درهم، حنا مريسكين في الخدمه ديالنا، حنا مريسكين وبغينا رزقنا يديروا لنا بحال هكا، راه حشومه هاد الناس هادو. احنا راه كنشدوا اش دريال، ما كنشدوش شي حاجه بزاف، مخير فين انا مولا وليداش، راه حشومه.